سؤال جديد يا دكاترة في مجال التغذية، وإيه أهم المراجع والكتب يا دكتور محمود والمصادر والمواقع اللي ممكن تساعدني في التغذية؟ أنا دلوقتي حد عايز، أنا طالب أو خريج وعايز الأول أبتدي أبحث كده وأشوف الدنيا، أو أنا بشتغل في صيدلية وعايز أدخل أخد حتة الهيلث نيوتريشن ديت من حتة مظبوطة من مكان موثوق، أروح فين بالظبط؟ مصادر بقى، مواقع، كتب، أيا كان بقى. وبرضو لو طيب في حاجة متاحة مع حضرتك برضو هاخدها يا دكاترة وأحطها في اللينكات، اللينكات بتاعتها تحت موجودة. طيب فكرة ان انا بعتمد على المراجع، انا محتاج المراجع ليه؟ يعني انا مثلا بدور على الهيلث نيوتريشن او ان انا ازاي اعمل تغذية صحية، فمعظم الحاجات الخاصة بالهيلث نيوتريشن موجودة في معظم الكتب اللي خاصة بالنيوتريشن بشكل عام، حتى ولو كانت ثيرابيوتيك نيوتريشن. في كتب يعني انا بشوف انها شامله وفي نفس الوقت اسلوبها العلمي مبسط، انه الناس تقدر تاخد منها او تقتبس منها المعلومه وتقدر تشتغل بيها او تطبقها او حتى تستفيد منها على المستوى الشخصي. يعني ممكن نقول في كتاب اسمه Understanding Nutrition، ده من افضل ما انجبت الكتب الخاصه بالتغذيه. يمكن له اكثر من 15 طبعه او 15 تحديث تقريبا، كل سنه او كل سنتين بينزل ليه اصدار جديد، فبيشمل محتوى كل حاجه تخص التغذيه تقريبا بشكل عام. في حاجه مشابهه ليه اسمها الكراوس فود اند نيوتريشن ده حلو كير قوي الكتاب بروسيس. ده، انا كنت بذاكر فيه برضه. بالظبط. كراوس من الحاجات اللي ممكن نقول انها بتاخد الموضوع بالميديكال باك جراوند افضل، يعني افضل من الاندرستاندنج من ناحيه الميديكال باك جراوند بتاعته، ولكن الاندرستاندنج بيجيب الموضوع يعني ممكن نقول نيوتريشنالي بيزد اكتر من الكراوس. لو عايزين ناخد حاجه ممكن نقول انها ابلايد كميديكال نيوتريشن، ممكن طيب نقول في كتاب تاني ممكن نقول انه بيتكلم عن الانواع الدايت وانواع الحالات المرضيه اللي بينفع معاها انواع الدايت المختلفه، باسمه نيوتريشن اند دايت ثيرابي، من الكتب المتميزه جدا ممكن نستخدمه كمرجع لانواع الدايت والكلام ده. في كتاب شامل وكبير جدا اسمه Present Knowledge in Nutrition، برضه من الحاجات اللي ممكن نقتبس منها الاوفر فيو عن كل حاجه تخص التغذيه، زيه زي الاندرستاندنج نيوتريشن، يمكن هو اكبر من الاندرستاندنج نيوتريشن بصوره كبيره يعني. طبعا دول يعني ممكن نقول انها مجرد امثله او حاجات مبدئيه ممكن يساعدوا، او لو حد مثلا حابب يبتدي او الكلام ده كله، لكن لو حد بيواجه صعوبه مثلا في فهم المحتوى بتاعهم، كانه على سنه كمجال نيوتريشن جديد بالنسبه للصيادله او الكلام ده كله، فممكن انه يلجأ لحاجات مكتوبه باللغه العربيه، او انه ياخد كورسات مثلا تكون موجهه شويه للنيوتريشن وتكون واضحه، علشان حتى لما يجي يقرا في الكتب ديت يبقى فاهم هو بيقرا ايه. من الكتب اللي ممكن نستفيد منها في مجال التغذية عندنا كتابين باسم التغذية العلاجية، واحد لدكتور عصام عويضة وواحد تاني لدكتورة منى عبد القادر، برضو من الكتب اللي ممكن تدي اوفر فيو دول على عربي؟ مجال النيوتريشن. دول بالعربي، دي تعتبر حاجات مبدئية يعني، لكن لو حد عايز حاجات كبيرة بقى وانه يدخل في المجال بشكل موسع، في بقى على حسب القسم اللي هو عايز يدخل فيه. يعني لو حد عايز يتكلم في تغذية أطفال مثلا كحالات مرضية أو حالات حرجة، ممكن ياخد كتاب الأمريكان أكاديمي في بيدياتريكس مثلا. دكتور، الكتب دي، الكتب الكتاب يعني الكتب دي متاحة PDF مثلا ولا لازم تبقى بتتشري؟ موجودة PDF، ممكن طيب يعني ممكن لو نبعتها لحضرتك رفعناهم من على الدروبوكس. درايف مثلا، وبرضه سيبنا اللينك للي حابب ان هو يدخل يتصفح براحته ينزلهم، سهل ما فيش ولا؟ مشكلة، وهم اوريدي موجودين على قناة تليجرام، لو حابين ممكن ابعت لكم اللينك بتاعها برضو. خلاص معظم الكتب دي موجودة وكتب اكتر كمان. خلاص مفيش مشكلة. طيب تمام. اما بالنسبة للمواقع فيعني برضو الموضوع على حسب انا بدور على ايه. يعني لو انا بدور على حاجة ميديكال شوية، فاحنا عندنا يعني التوب عندنا هو الميديسكيب مثلا، ده واحد من المواقع العالية جدا بعتمد عليه في الايفيدنس بيز عامه، فطبعا مرجع عالي جدا بالنسبه لي. الماي كلينيك برضو من الحاجات اللي جميل جدا الموقع ممكن ده. نقول انه ممكن نقول انه معلوماته مبسطه وفي نفس الوقت ايفيدنس بيز. الويب ميد ممكن حلو برضه هارفارد، ده من الحاجات اللي يعتبر عاليه جدا، جامعه موقع هارفارد هارفرد تعتبر ده حلو جدا على فكرة في كل حاجة، يعني مبسط بالظبط وسهل وجميل جدا.
بالظبط. يعني هو ومايو كلينيك يعتبروا من افضل المواقع حتى في الاسلوب بتاعهم، في السلاسه بتاعه الكلام بتاعهم. في مواقع تانية لو هنتكلم في النيوتريشن بشكل بحت زي الاكاديمي اوف نيوتريشن اند دايتيتكس مثلا، ده برضو من الحاجات اللي متميزه جدا. في البريتش دايتيتك اسوسيشن البي دي اي برضو من الحاجات اللي بتتكلم في النيوتريشن ميجرلي. في حاجات زي دايتيشنز استراليا برضو من المواقع اللي ممكن نعتمد عليها في اقتباس المعلومات بتاعتنا في النيوتريشن. الحاجات المتخصصة بقى زي الكلينيكال والكلام ده، ممكن عندنا الاسبن، والاسبن ليها اللي هي اليوروبيان سوسايتي فور بارنترال اند انترال نيوتريشن، وديت ممكن برضو نعمل داونلود للابليكيشن بتاعهم لو حد بيحب يبص على الجايد لاينز، او ممكن ندخل على الموقع بتاعهم. هم بيتيحوا الجايد لاينز بتاعتهم فور فري للناس باستثناء الكتاب بتاعهم، لانه مش مسموح تداوله للنسخات الجديده منه يعني. في برضه النيوتريشن كير، والنيوتريشن كير ده هو الموقع بتاع الاسبن او الامريكان سوسايتي فور بارنترال اند انترال نيوتريشن، وده برضه من المواقع المتميزه جدا اللي ساعات بتبقى تعمل ويبينارز واكتيفيتيز خاصه بالنيوتريشن لو حد حابب يشترك فيها او يقدم عليها، برضه من الحاجات مهمة جدا. إلا بقى لو هندور على المواقع الخاصة بالأمراض المختلفة، لو حد مثلا مريض قلب ممكن ندخل على الأمريكان هارت أسوسيشن أو اليوروبيان هارت أسوسيشن أو البريتش هارت فاونديشن، برضو البي اتش اف برضو من الحاجات اللي متميزة في مرض الامراض القلبيه بتاعتها. في حاجات خاصه بالاوبيزيتي زي الاياسو مثلا، اليوروبيان اسوسيشن فور ذا ستادي اوف اوبيزيتي. في الحاجات الخاصه بالليفر ديزيز زي الايز اليوروبيان اسل. وعلى النقيض الاسلد او الاي اس ال دي، الامريكان سوسايتي بتاعت الليفر ديزيزز. فعلى حسب انا بدور على ايه، يعني انا حابب ابص على النيوتريشن بتاعت مرض معين، فانا بدور على المرجع العام بتاعها او المرجع الكبير بتاعها اللي انا عارف ان هو ايفيدنس بيز او بيجلب الايفيدنس بيز بشكل عام. تمام جدا، تمام جدا. يعني بصراحة حضرتك قلت حاجات كتير جدا وكلها ما شاء الله مراجع كويسة جدا. زي ما اتفقنا احنا هنشوف الطريقة الأنسب يا دكاترة إن شاء الله اللي ممكن نوصل ليكم بيها الكتب والمراجع دي، وبرضه هسيبها لكم في صندوق الوصف. كده احنا خلصنا السؤال ده، بقي معانا أسئلة بسيطة جدا ونخلص ونتقابل السؤال الجاي.